أخي الكريم، نحن هنا في ريف حماة الشمالية نعاني من أوضاع مأساوية، وخصوصا في ظل احتراق الأراضي الزراعية والمحاصيل الزراعية وخسائر كبيرة للفلاحين بعد الهجمة الشرسة التي قام بها النظام، أدت إلى حرق كميات كبيرة من محاصيل القمح والشعير، خسائر كبيرة للفلاحين، نزوح كافة أهالي ريف حماة الشمالي وتحديدا أهالي مدينة اللطامني. بعد تثبيت النقطة التركية تفاءل أهالي اللطامني خير، ولكن سبحان الله لا يوجد أي مؤشرات تدل على عودة أهالي مدينة اللطامني. بمعنى أدق، أهالي مدينة اللطامني لم يستفيدوا من وجود النقطة التركية أبدا، لا من ناحية القصف ولا من ناحية عودة الأهالي.